السلام عليكم الاخوان والاخوات، مرحبا بكم معايا في قناتي. ان شاء الله اليوم غندير بكم واحد الزياره خاص صغيره للمسرح في كندا الطيور. ان شاء الله نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. كيف ما كتشوفوا الاخوان، المسرح هو هذا من برا، اللهم بارك. راه صغير هذا المسرح الصغير، ان شاء الله غادي نشارك معكم مسرح كبير فاش توصل الوقت اللي غنشاركها معكم ونمشيو نكتشفوه كاملين. نخليكم تكتشفوه نتوما، اما انا راني مكتشفوه، راني انا اللي مصاوب وعارف شنو كاين. نمشيو ندخلوا من الداخل ونكتشفوه كاملين. لما دخل الاخوان كتشوفوا هذه النافوره صراحه اللي عاطيه واحد المنظر، واحد الجماليه للمسرح، واحد الصوت حتى هو كيحس الطائر بانه عرف واحد الطبيعة مشابهة للطبيعة ديالو. النافورة اللي هي يقدر أي واحد يصوبها، مواد بسيطة ومكونات كتواجد في جميع المحلات، وتقدر تزيدوا نتوما أفكار من عندكم وتطور أو تصوبوها بمواد أخرى وفيدونا معكم. المهم اللي عنده شي أفكار، اللي عنده شي آراء، ما تنساوش تخليوها لنا في التعليق باش نزيدو حتى حنا إذا كانت شي حاجة ممكن نزيدوها في داك المسرح اللي تعطينا واحد الجمال. كيف ما كتشوفوا الاخوان والاخوات، طلقت الفريخات كاملين، خرجتهم من الحفوزه. علاش؟ باش بانوا ليا كيف ما كتشوفوا في الفيديو، اللهم بارك، غلاظ يعني راه تشحموا، وهذا الشيء كيأثر على الانتاج. يعني الا كان مشحم شويه كيأثر لي داكشي على الانتاج ديالو، لهذا كنطلقهم في المسرح يعني باش كان نزيد نعطيهم واحد المساحه فين يحركوا جناحهم، فين يطيروا شويه باش يضعفوا. واللي غيتبع معنا الفيديو حتى الاخر راه غادي يشوف الفرق، لانني صورت الفيديو على مراحل، ما صورتوش ديريكت، صورته على جوج المراحل، المرحله الاولى والمرحله الثانيه. هي غادي تشوفوا الفرق كبير ما بين الطيور فاش كنطلقهم في المسرح وفاش كيبقاو غير في القفز. راه نتوما شفتوا دابا البدايه، ها هما غلط في الفان ديال الفيديو، راه غيبان لك الطير كيفاش كيولي. وهذا هو الدور ديال المسرح، يعني كيعطي واحد المساحه اضافيه للطير فين يطلق جناحاتو، وتنتا كيعطيك واحد الوقت يعني كتطلق الطويرات وتخرج القفوزه الا بغيت نطويهم، الا بغيت تغسل دوك الجاجات ديال الماء، الا بغيت. المهم كينفع المسرح بزاف ديال الحوايج. كم لما نطول عليكم بزاف، نخليكم تكملوا في الجماليه ديال المنظر. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم.
وبالصدفة الإخوان والأخوات كيف ما كتشوفوا في الفيديو، هاد النتو هادي إن فوا كتوقف على ديك الوقافة ديال القفز كتهز الرجل. هانتوما كيف ما كتشوفوها، هانتوما لاحظوها، هي كتهز رجلها، يعني إما شي حاجة داخلة ليها تما أو ديك الرجل مريضة أو شي حاجة زايدة عندها في الرجل. يعني كيكونوا دوك الزوائد ديال الرجل اللي كنضطروا دائما باش تقطعهم، وخا الطائر كيمرض كيشدوا الإسهال. هاد القضية هادي راه غيعرفوها الناس ديال محبي الطيور، الناس اللي كتربي الطيور كيمرض كيشدوا الإسهال، كيمرض لك واحد السيمانة الطائر فاش كتحيد لي ديك الحاجة اللي زايدة عنده في الرجل. وكيف ما كتشوفوا كتبقى هذه تجربة صغيرة أنا شاركتها معكم، واخا ما صورتهاش كاملة نظرا ما بغيتش نشدها كاملة وصافي. واللي عنده شي اقتراح بحال اش كيداوي هاد الزوائد اللي كيكونوا بعض الخطرات في الرجل، لأن راه دائما النظافة، اللي من ناحية النظافة راه دائما كاينة النظافة في المسرح، وهاد الزوائد ما كنعرفهمش بعض المرات ملي كيجيو كتلقى شي حاجة صغيرة زايدة كيف ما كتشوفوا نتوما. اللي عنده شي فكرة أولا كيفاش كيداوي هاد الزوائد هادو يشاركوا معنا في التعليق، لتعم الفائدة لنا وللجميع الناس اللي كتربي الطيور.